حاجي سمعة واقين احنا للابد ماكو بعد رجعون من جنة. هذا الحكي سمعة هذا الحكي سمعة واقين احنا للابد ماكو بعد رجعون كاظم جنة. هذا الحكي سمعة هذا الحكي سمعة واقين احنا للابد. افتداء قوات الشغب على عملية الشهادات. شاركونا البث شباب شاركونا البث شاركونا البث. شاركونا البث شباب شاركونا البث شباب شاركونا البث شباب. احموا اخوانكم احموا اخوانكم احموا اخواتكم. شاركوا البث شباب. تم الاعتداء على الشهادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد ومتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع عن اليوم العالمي لمحو الأمية. نتحدث مشاهدينا الكرام في ظل هذه الذكرى التي يحييها العالم في محو الأمية، نتحدث عن الوضع التعليمي في العراق، كيف وصل حال الأمية في العراق بعد الاحتلال، إلى أي مستوى من المستويات الآن الوضع العلمي في العراق، الثقافي، الوعي المجتمعي بشكل عام، هو كله يدخل ضمن إطار الأمية طبعا والمعرفة طبعا، وكذلك مستويات الأمية الموجودة الآن في العراق بحسب الإحصائيات الحكومية وكذلك الدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام بالإحصائيات الحكومية التي تحدثت عن أن 60% من الطلبة في الدراسات الأولية لم يستطيعوا الوصول إلى الدراسات الجامعية. طبعا هذا بالنسبة لمستوى التعليم، طبعا هو أيضا يدخل في مرحلة أو مراحل التأخر بالحصول على مستوى التعليم المطلوب. المسؤول الإحصائيات في الإحصائيات التعليمية في وزارة التخطيط العراقية جابر حازم أوضح أن عدد المدارس في العراق عام 2003 كان يصل إلى 16750 مدرسة. بعد الاحتلال، بعد السنوات التي أعقبت الاحتلال، قال بأن العراق فقد 5000 مدرسة على الأقل في السنوات التي تبعت الاحتلال. طبعا قال بأن عدد المدارس المدمرة في المحافظات المنكوبة، المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، كان يقدر ب 230 مدرسة دمرت دمارا كليا، وأكثر من 2000 مدرسة متضررة جراء العمليات العسكرية لم يتم إعمار أي منها حتى هذه اللحظة. جابر حازم، نعم هو مسؤول الإحصائيات التعليمية، أضاف أنه 15 سنة الماضية لم تشهد سوى بناء 460 مدرسة، يعني خلال 15 عاما منذ الاحتلال ولغاية 15 عام لم تبني حكومات ما بعد الاحتلال سوى 460 مدرسة فقط، وفقدت أكثر من 5000 في السنوات التي أعقبت الاحتلال، وأكثر من 3000 أو قرابة 3000 من المدارس المدمرة ما بين الكلي والجزئي جراء العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة. يعني أكثر من نصف ما يملكه العراق فقد من المدارس بالمستويات المختلفة، طبعا الموضوع بالمستويات المختلفة، هذا غير الجامعات، لكن المدارس اللي هي أساس القضاء على الأمية فقد العراق هذه النسبة الكبيرة من المدارس. لم تعمر أو لم تبني حكومات ما بعد الاحتلال إلا القليل. هنا السؤال،
برأيكم مشاهدينا الكرام، ما المسبب الحقيقي لارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ هناك آراء كثيرة حقيقة في هذا الموضوع، لكن نود من حضراتكم أن تشاركونا لإطلاعنا على آرائكم حول هذا الموضوع. ما الأسباب الحقيقية التي تقف خلف ارتفاع نسبة الأمية في العراق إلى أن وصلت إلى أرقام سنتحدث عنها بعد قليل، أرقام كبيرة جدا، ملايين من العراقيين هم من الأميين، هذا بإحصائيات حكومية سنتطرق لها بعد قليل. من معنا الآن؟ السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل يا أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حيا طيب أستاذ محمد، بالنسبة لل التأخير أو الأمية كثرة بالعراق عدة أسباب مو سبب واحد. أول شيء الاحتلال من جانب هو ما بنى أو المدارس القديمة كلها تفلشت تحت القصف، جانب آخر السرقات، جانب الجوع طبعا. الطفل إذا ما يلقى قوت يومه بيشتغل في سبيل يجلب قوت يومه إلى أهله، هذه إحنا كنا نعرفه ونشوفه بالشوارع. لاحظ بالشوارع الطفل يعني عمره 6 سنوات 7 سنوات يشتغل. هذا وشايب المدرسة أقول له ليش؟ يقول لي ما عندي أهلي، ما عندي معيل، ما عندنا. أبويا له يقول أبويا مريض، له يقول أبويا بيعوق من هذا القبيل. ارجع لأخر يعني كلهم لصوص، يعني القرطاسية ما تجي. القرطاسية تسرق وتباع علينا بالمكاتب. نجي جوانب أخرى. يعني سيد أبو مصطفى، أنت تقول بأنه برأيك أنه الفقر هو اللي زاد من نسبة الأمية بالعراق؟ أكيد. هذا إحنا قبل اللي يسمونه دول العالم الثالث سبب الفقر. إذا أنت شفت لك واحد ابن غني ما يدرس، هذه إحنا من يعني أنا أتذكر من كنا ندرس بداية نهاية الستينات بداية السبعينات كطلاب كنا نروح نعاني نمشي مسافات كيلوات بالأمطار إحنا بالقرى على ما نوصل المدرسة في سبيل إنه وصل. ابن الفقير ما يقدر يوصل، لا عنده ملابس ولا يعني شال. فاليوم نفس الشيء بدي، لكن ذاك التاريخ صار حكومة وتبذل جهد، لكن ما كان ذاك التطور. اليوم أصبح الإنسان العراقي مهلك. الأب أيضا له دور في توصيل ابنه إلى مرحلة من العلم، لكن الأب من يجي تعبان ما يدري حتى عائلته إيش يتصرفون، سبب كدوا وراء العيش. سيد أبو مصطفى، يعني ليش ما نقول إنه الدور الحقيقي للقضاء على الأمية وزيادة نسبة العلم والمعرفة في أي بلد هي الدولة القائمة أو الحكومة القائمة على إدارة شؤون الدولة، اللي تفرض على الناس، اللي تفرض أو تنشر المراكز للقضاء على الأمية، مراكز التعليم القراءة والكتابة ونشر العلم والمعرفة بربوع البلد. احنا ليش نقول مثلا الأب؟ نعم هو مسؤولية الأب أن يحافظ على أبنائه ويرفع من نسبة، يحثهم على التعليم والعلم، لكن دور الدولة اللي هو من المفروض أن تبني مؤسسات تعليمية، من المفروض أن تؤسس المراكز للقضاء على الأمية، هاي كلها وين بالعراق؟ أستاذ العزيز أنا وياك أنا، بس أنا ما كملت لك. يعني أنا كطالب بالسبعينات الدولة العراق ما كان ذاك اللي هو بي. أنا أتذكر شان ينطون التفاح وينطون حليب وينطون بعض الشغلات، يعني يشوف صار عنده انتفاع أكثر. لكن اليوم العكس. اليوم الطالب يخطف ويقاضون أهله من فقير الزنقين، ما يعرفون عصابات كلها وياهم المسؤولين ساديهم. يعني من أنا ما أقول لك هي حكومة، ما عندنا حكومة، أنا أبد ما أسميها حكومة، فاليوم سميتها حكومة لأن مو حكومة، عصابة تنصبت على العراق تحت إشراف المجوس والصهاينة. وأكثر شيء المجوس هم اللي دمروا العراق، يعني ما خلوا شيء بالعراق صحيح أبد، مستحيل. فاليوم التعليم شلون ينهض بالعيش الصحيح وبالصحة؟ أين الصحة؟ الصحة وين؟ أنا أتذكر بالسبعينات تلقحنا جلد الجذري والحصبة، لحد الآن أكو أشوف أطفال يقول لهم أولادي يقول هذا شوف تلقح هذاك الوقت ولا تلقيه. طيب. ماكو أحد. سيد أبو مصطفى، أنا أشكرك واكتفي ويا حضرتك بهذا القدر. طبعا نقول هنا أو نذكر الأرقام الحكومية المعلنة حول نسبة الأمية في العراق. في عام 2018 أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن 8 ملايين
مواطن عراقي أغلبهم من الشباب لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. 8 ملايين في عام 2018 وإحنا تقريبا خلصنا 2020، يعني تقريبا قبل 3 سنوات. وهذا الكلام من لجنة حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، هذا رقم قبل 3 سنوات. طبعا الوضع في العراق لم يتحسن والجميع يعلم، نحن نسير من سيء إلى أسوأ. فهذه الأرقام طبعا وهي حكومية أيضا هي لم تصف الوضع الحقيقي في العراق، ومع هذا ذكرت رقم كارثي أن 8 ملايين مواطن عراقي لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، أميون. هذه من الأرقام الحكومية، وسنتطرق بعد قليل أيضا إلى مزيد من هذه الأرقام. السيد أبو أحمد بن الرمادي تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي العزيز، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك. وعلى هذه المعلومات اللي أو البرامج اللي متقدمة دائما عندكم. نعم. بالنسبة للمحو الأمية، بالنسبة للدراسة بالعراق. نعم. الدراسة اللي بالعراق أو يعني بعض الشيء أو أقول لك 90% تتجه نحو الأسوأ. نعم. ماكو تطور يعني للدراسة أو تطور للمدرسين أو للتربية بالذات، يعني نعم. ما أقول لك التربية أو وزارة التربية، لا، وزارة التربية. وهذا الفشل هو سبب الحكومة. نعم. الحكومة إذا لم تكن يعني تنطي إمكانيات للمدارس، نعم، للجامعات، تنطي حقوق شلون نقول الكاملة، نعم، يعني بالمناهج، بالوعي الكامل، هذا الأمر ما موجود. نعم. ثانيا الشعب يعني احنا ننذب اللوم على كل الحكومة، يعني مو على مو دفاعا عن الحكومة. نعم. الشعب يعني حاليا قلة وعي جدا قوي، وهو السبب. أهم أرجع لك وأقول لك الحكومة. نعم. لأن إحنا نتجه للهاوية، لاكو مدارس، لا تطور. نعم. مدارس جديدة، ولا أكو بنايات جديدة، ولا أكو يعني شيء يعني حديث. يعني العالم وين وصل؟ نعم. اليوم في الصين شفت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الصين بدأت تطور مدارس جديدة. شلون؟ رحل كل طالب إلى رحلة، المسافة بين رحلة ورحلة تقريبا متر، يعني كامل المواد، كامل المناهج، يعني كامل المستلزمات الطبية معاهم موجودة. سيد أبو أحمد، مسؤول الإحصائيات التعليمية في وزارة التخطيط جابر حازم قال بأنه حكومات ما بعد الاحتلال خلال 15 سنة بنت 460 مدرسة بس، في حين العراق خسر أكثر من 7000 مدرسة، ما بين مدمرة، ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، جراء طبعا الاحتلال وجراء العمليات العسكرية اللي صارت بعد الاحتلال من مشاكل كثيرة. أكثر من 7000 كل اللي بنتها حكومات ما بعد الاحتلال هي 460 مدرسة، وهذا رقم بحسب الإحصائيات اللي طالعة من الحكومة. طيب الفلوس المفروض تصرف على قطاع التعليم وينها؟ والله هي احنا هو انا برجع لك هذا الموضوع، احنا من يقولون بنينا كذا عدد من المدارس. طيب وين العدد؟ هل اكو انه صور، اكو شيء موثق؟ ما موجود. نعم. احنا اذا هذا ما موجود شلون تقدر تطلع من عندهم المبالغ اللي صرفت؟ المبالغ اللي صرفت يعني انت دائما انت اذا شوف ميزانيه فلان السنه صادقوا على الميزانية الفلانية. نعم. صادقوا على الميزانية الفلانية المحافظة الفلانية. توزعت، راحت تقسمت حصص. يا يعني قليل جدا، يعني قليل، أقول لك يعني شيء بسيط يعني يدار للنثريات. طيب أنا عندي سؤال الحلقة لهذا اليوم سيد أبو أحمد، هو ما الأسباب الحقيقية اللي أنت تراها كمواطن عراقي هي اللي تقف خلف ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ شنو الأسباب برأيك؟ الأسباب الحكومة ما بعد الاحتلال، السبب الرئيسي الحكومة ما بعد الاحتلال هي السبب الرئيسي، لأن هي أصلاً حكومة جاهلة اجت من بعد من عن طريق الدبابات، احنا نقولها صارت يعني على كل لسان. وثانياً إيران موجودة، ما دام إيران جاسمة على صدورنا لا التعليم يتطور ولا صناعة تشتغل ولا طبيب يشتغل. أنت دا شوف الأطباء وين، العلماء وين، المدرسين وين، كلها خارج البلد. يعني ماكو شيء يتطور بهذا البلد ما دام هذه الحكومه جاثمه على الصدور. الاميه تبقى اميه والجهل راح يزود،
نعم. والجوع راح يزول والمجاعة والتسول أنا ما أطلع خارج الموضوع نعم. لكن البلد هو المفروض لا أنت ماذا تطلع خارج الموضوع والدليل على هذا الكلام أنه في أحد التقارير تم الحديث مع أحد الباعة المتجولين في العراق قال هو بياع متجول قال بأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع نسبة الأمية من وجهة نظره هو الفقر يقول إحنا وكما قال طبعا السيد أبو مصطفى من الموصل يقول إحنا بسبب الفقر والحاجة نلجأ للعمل ونترك التعليم أبنائنا نفس الشيء يتركون التعليم يتركون الذهاب للمدارس ويروحون يشتغلون في سبيل توفير لقمة عيش هكذا ترى شريحة من المجتمع العراقي يعني حضرتك ما ابتعدت الفقر هو أساس في ارتفاع نسبة الأمية في العراق أخي عزيز يعني أنت تعرف يعني هسه أنا طالب مدرسة نعم إذا ما كان يعني عندي أو طالب جامعة نعم إذا ما كان عندي مصروفي الكامل اللي يوديني للجامعة مصروف النقل مصروفي الأكل وغيره يعني الطالب طموح الطالب نعم. يريد شلون يرتقي إلى شيء من يروح يدرس وما جيبه فارق يعني أنت يعني الفقر هو اللي داس على الناس الفقر هو اللي راح ينهي الناس نعم. والفقر يعني أخي العزيز والله العظيم أكو عوائل ما تقدر تشتري ملابس لأطفالها أكو عوائل أنا أعرفها ما تقدر تشتري جنطة يعني طيب. حقيبة لابنهم يعني شلون يقدر زين إذا تروح أكثر الطلاب ده يعني اللي تروح المدارس تروح تجي نقص كتب روح اشتري من المكاتب زين شلون يقدر يشتري المكاتب يروح المدرسة طالب ينضي طالب هذا القراءة اكتب انت يعني طالب ينضي طالب يعني هذا صار جاي يصير أمي والله حتى الصومال حتى اثيوبيا حتى الدول اللي ميتة هاي الدول المجاعة ما صارت مثل اللي يصير بالعراق طيب أنا أشكرك يا سيد أبو أحمد من الرمادي شكرا جزيلا معنا السيد أبو زينب من النجف تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعدك أستاذ حياك الله أهلا وسهلا طبعا هذا الموضوع يعني جدا حيوي نعم الله سبحانه وتعالى أول سورة بالكتاب نعم أنزلها هي سورة القلم نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني أول ما أكد على العلم نعم والإمام علي عليه السلام يقول شيئان إن صلحا صلح ما دونهما نعم وإن فسدا فسد ما دونهما نعم العلم والقضاء وإحنا ما شاء الله ثلاث عندنا رايحات نعم المدارس الموجودة المدارس الحكومية أي يعني حتى قبل أتذكر عن الستينات والسبعينات من لما كنا طلاب نعم يعني الرعاية الصحية متوفرة طيب الطلاب الفقراء يعطوهم ملابس وجنط وتكرم أحذية نعم وتغذية مدرسية ورعاية هاي كلها اللغز الآن نعم. بعد 2003 اللي اشتهر هو نعم. المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الأهلية صحيح ومستواها العلمي اللا علمي متدني جدا جدا يعني تصور اجيب لك على سبيل المثال للحصر نعم الطالبة ما اعرف اسمها اللي بالحله اول العام يمكن العام او اول العام طلعت الاولى على المحافظة نعم. اخذت 99% بالعلمي من الدور الاول نعم والثانية على العراق نعم. بشرفك ما قبلوها بكلية الطب ولا قبلوها بكلية الهندسة نعم. وتجي خريج سادس اعدادي بمدرسة اهلية ويروح طبعا الى مدرسة الى كلية او جامعة اهلية طيب بالله عليك معدلنا 57 علمي ها وبالدفعات ينقب الهندسة معمارية هذا شحيبني باكر من يطلع مهندس اذا طلع يعني اقول لك هذا شحيبني باكر وش حيعمر اذا طلع مهندس هذا اذا طلع من هاي الكليه هم يردون خراب البلد لان راح يريدون ان ينتجون لك جيل مشلول فكريا معوق نعم. فكريا نعم يعني انا اتذكر من تخرجت من الكليه نعم. من جامعه بغداد ب 83 والله العلي العظيم هي الدراسه الجامعيه الاوليه البكالوريوس عيوننا نشيل عن صارت ورا نعم
واغلب دراستنا كانت باللغه الانجليزيه، هسه بالعربي ما مدبريها بالجامعات الحكوميه. نعم. فما بالكليات المعاهد الاهليه. هسه اجيب لك على سبيل المثال ايضا في النجف. سؤال يعني سؤال يا سيد ابو زينب. ثلاث اربع مكانات مخصصه لوزاره التربيه ان تبنى عليها مدارس ابتدائيه. سيد ابو زينب نعم نعم. سؤال لحضرتك، شنو برايك وباختصار شديد لو سمحت؟ سؤال لحضرتك وباختصار. فإذا تشوف سيد ابو زينب بس اسمح يعني يقلبون الدنيا على راسك، المدارس المبنيه كلها من الزمن السابق. طيب سيد ابو زينب، ابو زينب ابو زينب تسمعني؟ تسمعني؟ طيب تسمعني يا سيد ابو زينب؟ وياك وياك ابو زينب. سؤال وباختصار لو سمحت، شنو برايك تاثيرات او تاثير ارتفاع نسبه الاميه على المجتمع العراقي؟ شنو الاجيال اللي ممكن تخرج للعراق، وشنو تاثيرات هذه الاميه وانعكاساتها على اجيال العراق؟ حبيبي هم قلت لك مثل ما اسلفت بالبدايه، يريدون يخلقون جيل معوق فكريا، جيل ما يفتهم. يعني اجيب لك مثال، عندي ابن اخويا خريج الثالث المتوسط، يعني امتحان بكالوريا. طيب زين هذا شلون نجح؟ بالله العلي العظيم ما يعرف يكتب اسمه، ثالث متوسط يعني لا. يعني يعد بالرابع الاعدادي، اسمه ما يعرف يكتبه. وانا بالثالث المتوسط كتبت روايه وكتبت مسرحيه وكتبت قصيده شعر وكتبت مقالات، يعني جيل عجيب غريب. أنا أشكرك يا سيد أبو زينب، أكتف وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا. السيدة أم أحمد من الطارمية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله. فدوى خالص، إحنا عندنا ابننا بالناصرية مسجون، فدوى أروح لك يوم. تفضلي. نعم أسمعك. إي وحاكمين أعدام، يعني ماكو بها يعني مجال يطون عفو يطون شيء شايفين. والله يعني ملت ارواحنا، ترى بزعنا من الروحة والجاية، وهاي صارت تنتشر مشاهد يوم شنو ذنبنا احنا. نعم ادوى اروح لك يوم. الله يكون بارك، الله يكون بارك ان شاء الله. انا ان شاء الله يوصل صوتك يا سيدة ام احمد وهذه المناشدة. طبعا انا اشكرك للمشاركة، الله يكون بعونكم ويفك اسر كل المعتقلين الابرياء اللي قابعين في السجون الحكومية والميليشياوية بتهم باطلة. الله يكون بعون الجميع. طبعا نرجع لموضوعنا، موضوع محو الأمية أو نسبة الأمية في العراق، اليوم العالمي طبعا لمحو الأمية. الإحصائيات وزارة التربية في العراق تؤكد أن عدد المدارس الطينية يبلغ أكثر من 2000 مدرسة، تقع النسبة الكبرى من هذه المدارس الطينية في محافظات الجنوب. طبعا هذه المدارس تضم أكثر من 15,000 طالب، هذه إحصائيات وزارة التربية، وطبعا ما خفي كان أعظم، ويخدم فيها 7,000 معلم وموظف، أكثر من 2000 مدرسة طينية في العراق. والعراق هو بلد المليارات من الدولارات اللي دخلت خزائن حكومات ما بعد الاحتلال، فقط ما هو معلن وفق الخزين وفق الميزانيات المعلنة سنويا تجاوز عدد المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة العراقية أكثر من مليار، أكثر من عفوا تريليون و 117 او 170 مليار دولار. هذا الكلام احصائيات كل السنوات ما عدا عام 2014، كل السنوات التي عقبت الغزو الامريكي للعراق. هذه الحكومات اقرت ميزانيات تقدر فقط بما هو معلن بتريليون و 117 او 70 مليار دولار امريكي. تخيلوا حجم الاموال وتخيلوا وضع التعليم او وضع المدارس في العراق. العدد في تناقص وليس في ازدياد، يعني ما فقده العراق من مدارس بعد الاحتلال لم يعوض من حكومات ما بعد الاحتلال سوى بهذه الأرقام البسيطة التي ذكرت ب 460 مدرسة، وكما قال السيد أبو زينب من النجف أغلبها مدارس أهلية لمنفعة الأحزاب ولمنفعة أصحابها اللي قاموا ببنائها وليس لخدمة التعليم بشكل عام في العراق. طبعا نذكر لمن يعني لا يعلم او لمن نسي هذه المعلومه، نحن اول من اخترع الكتابه على وجه الكره الارضيه، ومع هذا نصل الان في عام 2020 في هذا التقدم والتطور الى هذا المستوى المتدني. نرجع ونسال
برأيكم مشاهدينا الكرام، ما السبب الحقيقي الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية في العراق لتصل بحسب وزارة التخطيط أو مفوضية حقوق الإنسان إلى أكثر من 8 ملايين شخص في العراق؟ وهذا رقم طبعا حكومي وهو عادة لا يعتد به، لكن يعتد بهذا الرقم لأنه رقم يعني وين صدر من الحكومة، هو رقم ليس قليل مهما حاولت أن تخفي، فهو رقم ليس قليل، ربما تكون الكارثة الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير. من معنا؟ السيد أبو حميد من بغداد، تفضل يا أبو حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لحضرتك وهذه القناة. الله يسلمك، حياك الله. حياك. والله أحب نشارككم برنامجكم. تفضل. احنا أول ما وعينا بدينا من البداية جبناها. سمعنا لقد طال ليل الظالمين. صار 17 سنة قهر وظلم ومن سيء إلى أسوأ على هالشعب هذا المظلوم. 17 سنة يعني ما تطلع شمس، الله أكبر. زين شنو على شنو الصحة في اليمن؟ الصحة شو لا مستشفيات بيها خير عش السامن، لا علاجات موجودة، لا أجهزة خاص، واللي ثبت هذا الشيء هذا المرض ما يكبر. طلع عش السامع خيار هذه الحكومة صارت 17 سنة. زين تجي التربية وما أدراك ما التربية. التربية يعني المدارس الحديدية اللي خنطت الدم المالك وغيره. أما المواد المدارس الطينية أو المناهج اللي كل سنة جاي يطبعونها خارج، كل ما يجي وزير يبدل يطبع المنهج على حساب. طبعاً مبين المناهج اللي كل الشركات واللي خارج الدول اللي قال يطلعونها زين، كل سنة جاي يطبعوا لهم منهج براس الفقرة هاي. زين كافي لا متى. سبحان الله. وما الأسل المتقسم بالقرآن، هاني بالقرآن أقسم بالله هاي ثاني مرة وثالث مرة إن جاي يمتحن أحد امتحانات وشخص رجل إعبار جواب الأسئلة محلولة عنده زين ومستعد اسم مع الله كريم يجيهم إن شاء الله. الزراعة يعني دعية من تجي إحنا بلد التمور ونصدر تمر ونستعرض دبس، وين صاير هاي المن؟ طيب المن زين والثروة الحيوانية والسمك وغير السمك اللي سممت ناس وجهات معروفة واستباقاتها بالدول مجاورة بين وضوح وضوح الشمس ما يكتركون عليها اثنين. طيب أنا أشكرك يا سيد أبو حميد من بغداد، شكرا جزيلا وضحت الفكرة. ويانا سيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. تفضل أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية لك ولقناة الكادر الطيب والشعب العراقي العزيز. الله يسلمك. أستاذ بالنسبة لهذا الطقم المجرم بالعراق، هي تحارب العلم وتحارب هي 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 أتت بتدمير العراق، وليس أن تنهض بالعراق ولا هي أتت لمجموعة من الأهداف لتدمير العراق، وهم كلهم عملاء يعني رئيس وزراء وعميل معروف يعني أستاذ محمد، والشعب العراقي وهو كلهم عملاء يعني كلهم لصوص وحرامية. عندك الكاظم من أتى ماذا فعل بالرواتب؟ أخر الرواتب بدل 100 شهر المواطنين من أجل السرقات 45 يوم ويسرق أموال الشعب، وأهم طغمة لابد من كنشة إذا لم يفلسهم الشعب. فما أنت 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 ترجع من دولة حاطين صور هذا الجواد الخميني، يعني أي دولة أي سيادة للبلد أي هذا القدر حاطين صور بشوارع بالعراق العزيز هذا الوصف. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. ويانا مصطفى من بابل، تفضل يا مصطفى. مصطفى من بابل، طيب فقدنا الاتصال. معنا السيد سامر من كركوك، تفضل يا سامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شلونك أنا؟ الله يسلمك، الحمد لله. ممكن المشاركة؟ تفضل طبعا، حياك الله. من جاء بالنسبة للتعليم بالعراق أستاذ محمد، سمعنا كل قصص اللي أنه الأسئلة تنباع هاي ما سمعناها غير بس بالعراق.
نعم بس بس أنا يعني اليوم نعم هو الموضوع الموضوع طبعا هو كله ضمن التعليم، لكن أنا اليوم موضوعي بشكل أدق وأخص هو عن نسبة الأمية، نسبة الجهل في العراق. نسبة الأمية تقول الحكومة بأرقامها يعني أنه عندنا 8 ملايين مواطن عراقي أغلبهم شباب ما يعرفون لا القراءة ولا الكتابة. برأيك يا سيد سامر شنو السبب الرئيسي برأيك أنت باعتقادك اللي يوقف خلف موضوع ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ لا أقول أستاذ محمد 15 مليون قليل، هي الأحزاب تسوي أمية وجهل حتى الناس تتطوع بميليشياتها والتعليم ينقرض، لأن المثقف والواعي ما يروح بالأحزاب والميليشيات صح؟ نعم. سبب هي الأحزاب هي اللي أهدمت التعليم بالعراق. والآن إحنا نذكر أن التعليم قبل بثماني ناس أسأل العناس يختبر التعليم بالعراق من أرقى التعليم بالشرق الأوسط. نعم. هاي هاي باحتراف الأمم المتحدة. نعم. أما اليوم التعليم بالعراق هو صل الحضيض. هاي مو أنا أقول. الأمم المتحدة واليونسكو ونبات الأمم المتحدة. نعم سنة 79 أيه. اليونسكو أيه. أعلنت العراق خالي من الأمية. يتسار العراق خالي من الأمية. أما اليوم العراق وين وصل؟ نعم. أنا وصلت الأحزاب. طيب احنا مو المفروض يا سيد سامر احنا مو المفروض انه جينا بعهد جديد بزمن جديد عراق الديمقراطيه عراق اللي يقولون عليه لا دوله مثلكم الان؟ طيب وين هاي الدوله؟ ليش احنا الان في المؤتمر الاقتصادي في دافوس لقياس جوده التعليم العراق لم يدخل الى القائمه؟ يعني العراق كان اصلا برا التصنيف، برا حتى أسوأ، يعني مو من الاول ومن الاخير، هو برا التصنيف يعني تحت الصفر. بالضبط. اي نعم. هي معلومه بريطانيا خرجت من الحرب العالميه الثانيه من هكا سالوا رئيس وزراء وستين شرشل قال نعيد بريطانيا بس على شرطين التعليم والقضاء يكون صالح. نعم. احنا فين الفصل يا استاذ محمد؟ نعم. كل وزير يجي يبوغ ماليه وزاره التعليم ويروح او التربيه، فشو تريد يصلح القضاء يا اخو؟ نعم. شو تريد يصلح؟ أنا أشكرك يا سيد سامر من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد محمد من هولندا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل يا محمد. المخطط كبير بالنسبة لي أمية تعليم. ارفع صوتك شوية يا محمد، مدى أسمعك. السلام عليكم، تسمعني؟ أي أسمعك، تفضل. أقول لك إنه هذا مخطط كبير، يعني هذا مخطط كبير. نعم. والهدف منه إنه مثل ما قال المنتشر قبل شوية إنه خلون الشعب العراقي جاهل. أها. يعني ما هو التعليم ماكو إنترنت صارب التعليم، صار ما يقدر يعطي لهم التعليم. وجاهل. فهم متصدين حتى يخلون الشعب العراقي متخلف. طيب بس هذا السبب وحده قد يكون غريب شوية، بس ليش يريدون يجهلون المجتمع؟ يعني نعم يريدون يجهلوا، بس شنو الهدف برأيك اللي يقف خلف هذه الرغبة؟ الهدف إضعاف العراق، اللي هم جو حتى يخربون العراق. الهدف إضعاف العراق. يعني يقول سيد سامر من كركوك إنه هاي المحاولات أو هذه الطريقة اللي استمرت عليها الأحزاب هي حتى تحشد الشباب، تجرهم للمشاركة بالمعارك، لحمل السلاح، يطبون بالجيش، بالحشد، بالميليشيات. بالضبط، يخلون الشعب العراقي متخلف ومتحضر مواعي. نعم. هذا هدفهم. أعطيك مثل بسيطة محمد. تفضل. هسه بعاشوراء حاليا يقوم موبايلات الناس يقولوا لهم احكوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. وهم يحسون من كل قربهم من كثر الأمية التخلف ماكو وعي. يعني يقولوا احكوا مع الإمام الحسين بالموبايل يا محمد. شوف الجهد شلون وصل. فهم هدفهم يخلون العراق شعب متخلف وما ينتج. الشعب إذا ما يكون متعلم ما ينتج، الإنسان إذا ما متعلم ما ينتج. نعم. فهو الهدف القضاء على العراق. الأحزاب يريدون هيك، الحكومة حاليا تحكمنا إيرانية أخ عمر لسان عربي. نعم. أنا شيء واضح. ما أقول عليكم تحية لكم. شكرا جزيلا سيد محمد من هولندا للمشاركة. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله، تحياتي لقناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين. الله يسلمك. والرحمة حياتي. على شهداء ثورة تشرين المباركة، وأيضا الرحمة على شيوخنا الكرام منهم الشيخ الكريم الفاضل المرحوم حارث الضاري. نعم.
العفو استاذ، بالنسبه موضوعنا موضوع التعليم اللي عندنا بالعراق واللي حصلت ما من 2003 ولحد الان، نعم العراق يمر يعني استاذ محمد في ظروف يعني للعصر القديم، يعني نقدر نقول بالعشرينات او قبل العشرينات قبل القرن، يعني اكثر من في ظل تطور البلد و وعد الموارد النفطيه والموارد المائيه وايضا الزراعه ومن ضمنها يعني المحاصيل الموجوده اللي عندنا بالبلد، هذه كلها توقفت وتاثرت بسبب عدم حكومات المتعاقبه اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. ما نظرت انه تطور هذا البلد العراق اللي بيه وكل هاي الخيرات ممكن ان تعيش وتعيش يعني كثير دول، يعني اربع دول على سبيل المثال يقول العراق بخيرات تعيش بلده. للاسف استاذ محمد انه هاي الحكومات نظرت بس الى لغه الدم ولغه السلاح اللي بس هي اللي متامره على الشعب العراقي، ما جت على مصالحه انه على الدراسه والتعليم وهاي الامور اللي هي تزيد من كفاءات البلد وتقدم البلد. عندنا كثير من الاحزاب اللي موجوده موجوده لو حزب حزبين نقدر نقول يلجؤون للتعليم للصناعه والباقيين خلي يقدمون يعني للحشد او باقي الامور، بس ما هم كل الاحزاب يعني كلها تقاتل وكلها قال لازم لها دور التعليم لها دور الصناعه لها دور المعامل لازم انها يكون لها حتى البلد يتوقف. طيب. لكن للاسف هذه كلها مؤامره استاذ محمد، هاي مؤامره من امريكا ومن ايران، تخلف البلد ورجوع البلد الى قرون ما بين الماضيه. لو كانت انه هاي الاحزاب هي قادره يعني الخير موجود بها، الزراعه والصناعه والنفط كل الخير الموجود بها، هي ما تريد تخلي البلد ينهض ويتقدم. قبل في ذاك الوقت استاذ محمد كان المواطن العراقي او في كل الدول سابقا او حاضرا، المواطن العراقي استاذ من يدرس ويتعب على نفسه في دراسته يوصل الى مرحله يتعين بها هذا ثمره حياته ومن حقه ان يكون له مكانه على ضوء شهادته او تخلص مجاله باي كليه كانت يتعين. طيب فهذا البلد يتقدم من سيد ابو عمر. نعم فكره حضرتك وصلت وانا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. خلونا الان مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث، ابقوا معنا. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. دب 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 قوم اتحرك يوم لنا عجب بركت هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان، تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث في موضوعنا لهذا اليوم عن ذكرى اليوم العالمي لمحو الأمية، وكيف العراق في هذا اليوم، كيف هو وضع الأمية في العراق، كيف هو وضع التعليم في العراق بشكل عام بعد الأرقام الحكومية اللي تتحدث عن عام 2018 تتحدث عن أكثر من 8 ملايين عراقي لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. معنا السيد مصطفى من بابل، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، الله يسلمك، حياك الله. أستاذ محمد، إحنا نازحين من جرف الصخر. نعم أستاذ محمد، إحنا نازحين من جرف الصخر، صارنا 7 سنين نازحين مهجرين. نعم. يعني ليش عن جرف الصخر تحرر، ليش ما يرجعوننا؟ نعم نعم. أنت عندك جواب لهذا السؤال سيد مصطفى؟ سيد مصطفى أريد أسألك. نعم. حضرتك تعرف السبب أنه أنت ماذا تقدر ترجع لمنطقتك؟ لا والله ما أعرف. يعني حاليا وضع جرف الصخر شنو؟ والله بيد الميليشيات وبيد حزب الله، رحم الله والديك. هو هذا الجواب، هو هذا الجواب يا سيد مصطفى. اي والله صحيح. اي والله، بس يعني احنا هسه مهجرين يعني بالمخيمات مال كردستان. نعم. هو كله تعاملون بينا معامل يعني مو زينه. لاكو منظمه تجي نشتكي، لاكو اي منظمات تريد منظمه يوم تجي علينا ونشتكي، يعني منظمه المدير او غيره وغيره، ما ولا يعني الجنين يعني الحين مو زين. نعم نعم. هي سعنا الله عليك، البارحه منظمه جت توزع فلوس هنا مساعدات، كل بطاقه لها حصتها. طبعا انا سوده النفرين يقول لي ما لك حصه. نعم. اريد اسال حضرتك سؤال، هو مرتبط بوضعكم. المخيم اللي انتم بيه اطفالكم شنو وضعهم ويا التعليم؟ شلون يتعلمون؟ وضعهم حيل مو زين والله، لا مدرسه ولا يعني ولا كهرباء عندنا ولا مي عندنا، الله وكيلك. نعم. يعني اطفالكم محرومين من التعليم؟ اي والله محرومين، ماكو اي مدرسه، اي مدرسه ولا اكو مستوصف، يعني صادين علينا سياج ولا لا نقدر نطلع ولا نقدر. هذا الكلام صار لكم انتم 6 سنوات بهذا المخيم، واطفالكم 6 سنوات بدون تعليم. والله 6 سنين وكل شيء، ما اي منظمه ما جاي تجينا ولا. نعم. اي منظمه ناشد جاي اليوم. نعم. دقيت على المنظمه الرئيسيه مال السليمانيه، كل شيء ما سويتي. نعم نعم. الله يكون بعونكم يا سيد مصطفى، وان شاء الله صوتك يوصل. انا اشكرك من بابل. اجيال بهذه الطريقه، هناك اجيال تعمدت حكومات ما بعد الاحتلال على تدمير مستقبلها، وهناك أجيال العمليات العسكرية وموضوع المخيمات والنازحين، وأيضا هو طبعا الدور الرئيس لحكومات ما بعد الاحتلال أوصلتهم إلى هذا الوضع، صار لهم 6 سنوات بالمخيمات محرومين من التعليم. السيد مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي شعبنا البطل ونحيي لك. للأسف فقدنا الاتصال مع السيد مصطفى من مصر، نتمنى المشاركة أن يشارك مرة أخرى. السيد مزاحم من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحيي الشعب العراقي على الصعوبات التي يتحداها في جائحة كورونا. نعم. طبعا احنا نطالب من وزير التعليم، وزير التربية عبر قناة رافدين فضائية. نعم. بمراعاة المتعلم من التلاميذ ومن طلبة الجامعات والمعاهد. نعم. مراعاة ظروفهم، تعرف انت جائحة كورونا، اللي هاي التعليم الالكتروني اللي ما عنده انترنت. نعم. اللي ما عنده تليفون لمن، اللي يعني بصعوبة يؤدي امتحان، اللي ما عنده انترنت نوبات تطبيق كهرباء نوبات بصعوبة. أتمنى من وزير التعليم توفير شيء للطلبة يكون يعني أسهل. نعم. أسهل من الانترنت أو يعني تمام. نعم صوتك وصل يا مزاحم، أنا أشكرك من الأنبار، شكرا جزيلا للمشاركة. نقرأ بعض الرسائل التي وردت مشاهدينا عبر الواتساب. طبعا قبل الرسائل هناك ايضا موضوع في واسط يرتبط بهذه القضيه، وهو مطالبه من التربويين والمواطنين في المحافظه. طالبوا الجهات الحكوميه بتفعيل قانون محو الاميه في المحافظه بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الاميه. حذر تربويون في محافظه واسط من خطوره تفاقم عدد المتسربين من التعليم في البلاد.
الأمر الذي ينذر بزيادة عدد الأميين، ما يؤثر على مستوى ثقافة المجتمع وينعكس على جميع الأصعدة. مطالبين بالقضاء على أسباب الأمية وإعادة هيكلة العمل بملف محو الأمية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. في الرسائل الواردة لدينا معنا اتصال. طيب، قراءة سريعة للرسائل إذن فيما تبقى من وقت. أم محمد من الأنبار بعد التحية والسلام تقول: نطالب مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء الأبرياء، شنو ذنب أولادنا هيك يصير بيهم؟ قبل فترة يدزون علينا يقولون ابنكم يريد مصروف، وننطي المصروف وما واصلت الفلوس. في رسالة لدينا من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: الوضع بالعراق منفلت بعد الاحتلال الأمريكي، من أقدم الدول بالحضارات العراق، هو أول من وضع الحروف الأبجدية وعلم الإنسان القراءة والكتابة والحروف وعلم الإنسان القراءة والكتابة، أصبح من أقل الدول، أو قصدك من أكثر الدول بالأمية، واليوم العراق بيد مجموعة لصوص فاسدين ليس لديهم شعور بالمسؤولية. في رسالة لدينا: السلام عليكم، أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، والحد هسه ما نعرف عنهم شيء، والله ملينا وإحنا نطالب بالعفو العام، وين أهل النخوة؟ نريد ولدنا. أنا أولادي طلاب مدارس، شنو ذنبهم؟ وزوجي مريض بالسرطان، وين مصطفى الكاظمي؟ والله حرام عليكم، نريد ولدنا. سيدة أم كرار من بغداد، شكرا لك. في رسالة سريعة بعد التحية والسلام يقول: كل الحكومات لها سلبيات وإيجابيات إلا حكومات ما بعد 2003 فاشلة. سيد محمد من هولندا، شكرا لك. وفي آخر الرسائل: السلام عليكم، لماذا لا تسمحون لنا بالمشاركة؟ لا يعني ما هذا كلام غير صحيح، الكل مرحب به بالمشاركة، لكن ربما محاولة الاتصال قد يكون هناك شبكة، يعني أحد المتصلين منتظر أو مشارك، والخطوط غير جاهزة حقيقة للاستقبال، لكن الجميع مرحب به للمشاركة. شكرا جزيلا للجميع. قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.